اهلا وسهلا ومرحبا واخيرا التحديده ديالي واخيرا كنحس براسي غنقدر نقول لكم انتهت المهمه حيت هذه كنت عملتها مهمه وكان كنت عامله ببالي خير خويا خصني نسالي خصني واحد لي شي امتحان وكخصني نسالي منه عاتوب خصكم صافي سالات بطبيعه الحال الجهد قلل الله غالب ولكن كنت غنعمل معكم هاد الفيديو باش نقول لكم الحمد لله والشكر لله قطعت انا الاخيره اللي قطعت حتى ساليت المسائل ديال الاخ عبد الغني هو الصديق ديالو هو واحد الجري انا كنعاونكم غير اختصارا البنات اما هو تشوفوا كيفاش كندوزو النهار ديالنا شنو كيوقع انا قلت لكم كنعمل لكم لانه ولا مشيت تعاود كل شيء وتتصور كل شيء ولا لا اله الا الله محمد رسول الله المهم شنو عملت صرت الاخ عبد الغني هي تعشينا جينا كنطيرو من المطار ملي جينا من حاطي الى ادانا دابا اختكم في ادانا في المطار ديال ادانا مشيت كنطير قطعت لهم هما الواله حيت كاين اسطنبول كل ساعه كاينه اسطنبول ولكن انطاليا بحكم الشتاء دابا خلوني انا حتى ل 11 ونص المهم ما نوصل للدار ان شاء الله الوحده غير هي اش غنقول لكم ما تدوشي على الهضره ديالي ما تدوشي عليا ماشي على الهضره اما الهضره ديالي مزيونه غزاله شهوه منا الحاجه اللي فقصتني دابا هي ملي كنت جايزه بقاو لي بوط كيغوتو غوت يا ما تغوت اضطريت نزول هذا حاشاكم لي بوط من رجلي ولي بوط عاملين بحال الدان والتقاشر كنت عاملاهم سخانين زعما باش يسخنوا لي رجلي لان نتوما عارفين حاطي كان فيها البرد والسمق لي ايوا ملي زولتهم بالدراع وملي بغيت ندخل لي بوط ما بغاوش يدخلوا لي واش غنقول كنت حانية على داك لي بوط الا كنحس براسي غنطيح للارض هكذا راسي غادي نطيحها من الارض راه نتوما حاسين بيا وعارفين ليش اللي كنبغي نقول وهذاك وكنبتسم لكم لان الحمد لله كما قلت في الفيديو ديال الاخ عبد الغني كنحس بواحد شنو اسمه واحد شي حاجه كتفوق كتافيه ثقيله دابا ملي كتنزلوا ديك الحاجه بحال اللي كخصكم تسخفوا بحال اللي كخصكم تنعسوا ويلا مشيتوا حتى نعستوا بحال اللي مع تنعسوا ما تنوضوا لهلا قدره المهم حبيبتي كنت نبدا معكم ان شاء الله باذن الرحمن واخا نوصل معطله عن جبار ميرفات نعست ولكن في الصباح غادي تمشي بحالها على الاقل درع بنيته دعيتو لي بتيسره وربي يسر لي نشوفها واخا غير جوج ديال السويعات يوهن كلشي يوهن على هاد الفرحه اللي في القلب ديالي دابا كلشي يوهن نمشي للدويره ديالي ان شاء الله ايوا نكمل معكم الفيديو يعني اللي بغيت نقول لكم هو يعني اخر غرف يعني واحد المسؤوليه اخر النهار من المسؤوليه اما انا قلت للاخ عبد الغني شتي لو كنت بقيتي هنايا واي حاجه كنتي تحتاجو كنت نوقف معك ولكن دابا مشى لاسطنبول اليد قصيره والعين بصيره الله يسهل المصعب والله يرحم الاخت مديحه برحمته الواسعه والبركه في راسكم وفي راسنا كاملين صافي سالت الكلمه تلاقوا من يجي مورايا عمر ولا السي مصطفى او لا اللي جا مورايا مرحبا شوفوا لي شكون اللي جبرت كتسناني شوفوا لي انا من جبرت كتسناني شوفوا لي الحناوين ديالي شوفوا لي الكبيدات ديالي شوفوا لي
عدت والعبد احمد. الحمد لله الحمد لله. صبحنا صبحت بخير. كان غدا نهضر شويه ولكن هذا مقر ما كلشي فيا المفاصل ديالي كلشي كيحرقوني. ما شكيت عليكم مي باش تعرفوا صافي. اولا وصلت البنات قولوا الجوج حنا باقيين فايقين. مرفت جبرتها نعست غير عمر والاب ديالو بقينا كيسقسوني شنو عملتي كيفاش هادي هذا انتما عارفين استخبارات. ايوا صافي دابا نوت هادي ال11 وما باقيين ناعسين. وقلت ندوز ننزل للبنات الفيديو بحكم عارفاكم خصكم تطمنوا عليا. انا كنشوفكم كتشوفوا الفيديوهات راه الفيديوهات عاملين بوم في اليوتيوب. عارفين بان الاخت مديحة الله يرحمها وجعل متواها الجنه بانها تدفنت وشفتوا المراسم ديال الجنازه. الحمد لله كل شيء جات بخير وعلى خير. ايوا كنقول لكم انا دابا كلشي كاز بخير وعلى خير. ما ندخل لكم شي في الديتاي لا اقتضى الامر من بعد ونعاود لكم كلشي. ملي حنا كنا كنقولوا البنات الحمد لله تفكت الجره بخير غنخرجوا من ديك المدينه. راه حنا كنا في الحدادات سوريا البنات اللي ما كيعرفوا شي حاطئ. اليوم ما نوض باش نطمنكم عليا نعمل نزل ديك الفيديو. ولكن سبحان الله انا عندي واحد كاركتر ربي عطيني واحد الكاركتر. الساعه ديال الشده كنكون قويه كنكون كنطير كنكون ما كنخاف من حتى شي واحد من غير الله سبحانه وتعالى. ولكن من بعد ملي كنبرد وكنرجع نرجع الكاميرا ما كنقدرش ما كنقدرش كنفتادى. اصلا فتحت الفيديوهات البنات ما كنتش انا مصوره بزاف كنت عامله مقطع هيدا مقطع هيدا باش ننزل لكم كتبغيو تشوفوا كلشي حتى في القناه ديالي. ولكن ما قدرتش شديت بيسي عملت بناقص من داك الفيديو داكشي هذاك. اصلا من الاحسن ما نخليهمش في القناه ديالي لان هو عباره هو فيديو هو نقدر انا يكون فيديو ولكن غيكون عيفكرني بزاف د الحاجات فوق ما نفتح فوق ما يطلع قبلتي ديك الفيديو واخا يطلع ديك الفيديو ما يعني يطلع لي هيدا ما بغيتش نشوف. ولهذا نحاول نتاقلم مع الجو ديالنا ومع الجو ديال وليداتي وننسى داكشي كامل ونبدا معكم حياه جديده. غير هو نقدر نعاود لكم حتى نتوما تكون يعني كيفاش جوزنا مرحله نورمال. ما انا كنت خرجت البنات بشي غير على نهار على يومين ماكسيموم. انا خرجت فليساتي على داك القد خرجت يعني كنت مكونسانطري على نمشي نهار ماكسيموم ماكسيموم. قلت نرجع في الطيار في الليل لا غد لا ما كنتش مجهزه راسي يعني عندي واحد الفاليزه بحال اللي انا مسافره ندي الملابس ديالي ندي الاحذيه نشوف هذا مثلا ما جاش قدي ندي واحد اخر. انا ديت واحد ليبوط دابا نتوما ماشي براني ليبوط ديال الدنا البنات وشويه كيطلعوا بالصعوبه غير هما كيسخنوا. ولكن ولا بقيتي بهم واحد مده اكثر مثلا خمسة ماشي خمسة ستة احنا نفرضو 8 ساعات يعني هو كومفورتابل. ولكن من بعد البنات راه كيقتل الرجل. وانا ملي مشيت من هنايا وهما في رجلي كنزولهم غير من ننعس ننعس. انا ما حلفت ليش لو كنت جبرت شي ماكازا او لا كنت جبرت ماشي على قلة الصبابط نشري واحد صباط. ولكن حنايا سبحان الله ما قول ما شفت حانوت ما شفت شي مكازا قدامي. وحتى ولا جوزنا قدام شي مكازا البنات ما كنتش ما عملتش في بالي فيه. ولكن اليوم ملي استمت على رجلي ملي نوضت وقفت على رجلي بنيت البنات فحال الا مشى للحين فحال الا مشى للحين ما قدرش نوقف. حاجه ثانيه اولا ملي كنا ماشيين سهل عليا حمدتك وشكرتك يا ربي حمدتك وشكرتك. وتا شي وحده شو البنات
المواقف بحال هادي حقيقة هي صعيبة، هي صعيبة، وكخص خاص يكون إيمانك بالله قوي وكابابل وشجاعة. غير هو ربي كيسهل البنات، كيسهلك في كل شيء وكيوقف معاك، وخصوصا ولا كنتي شي مرضية وكتاخد هيدا الدعوات ديال المتتبعات. في حالي انا مشيت اكتافي عامري كنقول الحمد لله ما يوقع لي والو، داكشي اللي وقع وخا بزاف ديال الحاجات، هادوك غير الشيطان ولد الحرام، هذاك الشيطان ولد الحرام كيعمل لي العراقيل باش انا نقول يا ندمتي يا ندمتي، وانا لا بالعكس، خصوصا في الساعه ديال الجنازه البنات ملي كانوا ملي طرطقوا الروايد ديال عربات ديال نقل الجنازه، واحد المنظر ما نتمناه شي كافر بالله، لا ليلي لا اللي كيشوف، ولا ديك الجنازه تاع البنات اللي بقاو مسيبين في لوتوروت، يعني واحد الالم، واحد الالم، واحد الالم. ولكن الانسان كيستغفر الله كنقول يا ربي يا ربي تتمم هذه الجنازه بخير، يا ربي تتمم هذه الجنازه، فحال تقول يا ربي تتمم هذا الفرح. وبيني وبينكم هو ربي هو اللي عارف هاد القضيه، نقولها لكم دابا ملي جيت نخلع لوتوروت البنات مع الطوموبيلات الصوات ديالهم، غير الطوموبيلات الطوموبيلات الصوت، مع انا يمكن صافي لونطو ما مشيتش البحر، انا حيت كنت كنمشي البحر كنجلس وكنهضر معاه، لان الصحبه مابقاتش، انا كنقول لكم دائما قليله، شو قليله هي، ماشي تحيت في الصفه ولكن قليله. دابا مثلا انا الناس تلاقينا بيهم ها هما الاصدقاء ديال الاخت مديحه، ما شاء الله تبارك الرحمن، فحال انا خصني ولا بدا نقول الاسم ديالها، لان ملي بديت اليوتيوب وانا كنشكر الناس كاملين، وهاد السيده هادي والاخت اللي مشينا عندها والاخت انتصار، هادو بعداك ربي سردهم لي فحال البنات ملائكه زورتو معيدة، وسهلوا لي الماموريات ديالي. انا غادي نذكر الاسم ديالهم، غير هو كيف ما قلت لكم مع انا كنت كنعدي في قلبي تما ما خصنيش نقول كل شيء، ما خصنيش نهضر، ما خصنيش، معايا الشاب ما خصنيش يشوفني متوتره باش هو ما يتعصب شي وما يعمل شي حركات، ما نصدقوش حنايا جينا باش نعملوا مراسم ديال الجنازه ديالنا ونوصلوا للبوليس ونوصلوا للسين وجيم، الله يحفظ يا ربي. ودك هذا تجمع لي في القلب ديالي، وملي وقعت داك اكسيدون وداك الشيء خرج، اذا بقاو كيخرجوا الجنازات كنعاودهم لكم فحال اللي نتوما معايا، بقيت كنشوف كنشوف كنمشي كنجي مع الطوموبيلات ديال الناس كانوا تابعين الجنازات ديالهم، لان الجنازه راه شي حاجه مقدسه، انسان كيكون معاشر مع واحد الشخص كيكون عاطي حياته مضحي عليه، كيكون فرق والده عليه، كيكون عامل عليه بزاف ديال الحاجات، ولم الازواج لم الوليدات كتكون كبده كتبعوها، كتكون الام اللي ما عمرها كتعوض كتفقدو، هادو الناس اللي كانوا الناس الرجال الرجال اللي كان نزولو لهم القبعه اللي كان نحلو لهم بالقبعه ولا ما عرفتيش، المهم اللي كنحترموهم اللي كيمشيو في الجنايز ديالهم وكيبقاو حاضرين على الميت ديالهم حتى كيوصلوه من المكان اللي غادي يتدفن فيه ويقوم باللوازم ديالو. داكشي جاني على بالي تجمع عليا، داكشي بقيت تجمع عليا وخرج وحنان، بعدت من داك الطوموبيلات وبعدت من داك المطاعم الكنيسه، بقيت كنعمل يا ربي كنغوت البنات عليها، دابا الصوت مشى كنقول يا ربي يا ربي وقف معايا يا ربي وسهل عليها على الاخت مديحه. المهم انا نعاود لكم باختصار، لان ربي سبحانه وتعالى طريق الخير ماشي سهله، غيخرجوا العراقل، الشيطان ولد الحرم كيبغي يندمك يقول لك علاش مشيتي، انا لا، انا بالعكس ما ارتاحيت البنات، ما ارتاحيت وحسيت بالراحه حتى خرجت من المقابر، حتى خرجت من المقابر. المهم وغادي نقول لكم ملي مشيت
في الليل ملي مشيت في الليل، هاد الهضره هادي راه الاخت منى كانت قالت لكم في الفيديوهات اللي كنت انا مسجله، ولكن ديك الفيديوهات اضطريت مع نزل منهم حتى شي حتى شي حاجه لان ما قدرتش، البنات ما عرفتيش شنو وقع عليه، فتحت بيسي جلست كنبكي. المهم الساعه اللي وصلت بلات قلتكم ملي وصلنا في الليل، لان الجنازه بقات تقريبا شي ساعه ونص حتى جات العربه ديال النقل باش يبدلوا منهم يديوها، لان الطوموبيله جوج روايد، لا كانت رويده وحده كيف ما كنعرفوا راه كتعدل. المهم مشيت انا طلعت مع الناس، طلعت مع الناس اللي عندهم حتى هما الجنازه في الطوموبيلات ديالهم، وصلونا للمقبره. هانتوما شفتوا حطايا البنات، المدينه اللي فيها الزنزال، راه رجعت فحال المدينه ديال الاشباح، واحد المدينه كتخلع سبحان الله. باقي الديور البنات واقفين اللي صحاحين، وهما فحال اللي خلاو فيهم بومبات، الخلاو كيفر، الخلاو كيفر، بقينا داخلين، لان بزاف ديال الناس ماتوا وعملوا لهم تما مقبره جديده، وديك المقبره جديده انا جاني الخوف ملي بقاو داخلين. المهم ملي نزلنا الدنيا كانت عامره في ديك اللحظه اللي صورت لكم انا، ولكن ما جيت نعمل ها حتى جبرت الناس كلشي البنات هزوا الجنازات ديالهم ومشاو كل واحد فيها يدفن الجنازه ديالو. ديالنا انا بقات، السيد الاخراني السيد تقود الدنيا، السيد قال لي اجي شوف باش تاكد الجنازه، حيت كانوا شنو وقع الساعه اللي وقعت قصيده في الطريق، واحد الطوموبيله ديال الجنازه اللي جات من مورانا هي اللي هزتنا، وهزتنا فيها واحد جوج ديال ميتين فيهم عاملين قصيده، ودك الجوجه ملي دخلوهم من بعد في الطريق خافوا عندك يوقع شنو اسمها عندك يخاف يعني يتخربقوا، وكيتاكدوا كل واحد كيجي كيشوف كيطلع على الميت ديالو. انا تمشاو كل شيء، السيد كيقول لي غادي نشدو اجي تاكد من الجنازه ديالك واري الاوراق. دخلت البنات للمورك بوحديتي، دخلت بوحديتي طلعت قلت له هي صافي خرجت ديك الساعه، هي خرجت بقيت انا بوحديتي انا والله سبحانه وتعالى في المقبره البنات، وواحد السيد كندور. السيده مسكينه حيت وقعت لنا قصيده في الطريق، انا قلت لها حنا تعطلنا بلا ما تخرج بكري، هاد الاخت منى ام فاضل هي اللي استقبلتنا الله يجازيها بخير ويحفظ لها ربي وليداتها ام ولادار خيركم، عمري ما ننساه. واخا هما مساكن كيقولوا لي حنا ما عملنا والو، بالنسبه لي ليه بجو هانتوما عرفتوا حنايا ماشي التماره، وحنا ماشي مشاكل خوافين، يعني ماشي خوافين في السعد، في السعد الحسره، في السعد الحسره عم نقدم لكم ايضا عن تعصب، لان تفكرت شي حاجه راه كنكونوا رجال على بعد الرجال، راه حنايا النساء اقسم بالله الى الرجال على بزاف اللي كيكونوا عاملين لي الشلاغم وعاملين لي اللحيه. ها انا قلت ايوا يلا فهم الفهم. مهم انا بقيت جالسه ملي قلت نسي، ملي عيطنا انا اللي عملت خطا، ملي عيطت في الساعه الاخرانيه جاو شويش معطلين عليا، وانا بقيت جالسه تما في ديك المقبره بوحديتي. جاني برد، جاني واحد برد، ما نعاود لكمش، بقيت كنترعد. جيت انا قلت جماعه الواقفه حنا بسم الله الرحمن الرحيم، غير الصوت ديال الكلاب وديال القطط. دخلت قلت ندخل للحمام دغيا، والخروج باش ملي تجي السيده باقا تبعانا الطريق، لان هما ساكنين في الريحانيه في حاطي ريحاني وقيله كيقولوا ديك الموطع. انا ساعه اللي دخلت للطواليت عزكم الله
والطواليت فيها يعني انتما كتعرفوا ملي كتكونوا في المقبره في الطواليتات وداكشي الانسان كيكون تراه. هاد الصديقه ديال الاخت مادي حاجات جات دخلت المقابر وجات حتى الباب ديال المورغ، حيت انا قلت لها انا حدا الباب ديال المورغ باش تجي عندي نيشان. هي خرجت من الطوموبيل خلات راجلها كيتسناها وجات نجيها ديال المورغ وما جابتش في يدها التليفون. شني غتعمل؟ عرفتني انا غير تما غنكون. قصت كتعمل كتعيط ليه حنان حنان، وانا في الطواليت البنات على الرقبه ديالي، هاهي على الرقبه ديالي انا ما نوجي سيده عاد ما تجيب لي التليفون. التليفون عندي قلت صوني عليا نخرج كنطير. كنسمع ديك حنان حنان وانا عارفه راسي انا في المقبره وفي وحده المورغ وفي الطواليت. زعما هادشي البنات ولا ما رجعش عليا الله يحفظ يا ربي يا ربي. انا ماشي قلت لكم ديك الساعه دعيو معايا تمام اوكي دعيتو معايا، دابا فهاد اللحظه اللي خاصكم تدعوا معايا لان داكشي انا عاده غادي يبقى يرجع لي، عاده يبقى يرجع لي فحال الفيديو. هذا هو المشكل ديالي، المشكل ديالي الساعه ملي كتكون المهمه الصعبه. انا ما تخافوش عليا غير شتو فحال المواقف بحال هيدا بغيتو حنان دائما تكون كابابل. راه انا نخاطر نغامر على بنت بلادي على ولد بلادي اي حاجه، ولكن الانسان ملي كتشوفو التشجيعات ما كايناش، الانسان ما كيقدرش واحد الانسان اللي كيخاطر بحياته متبعين التفاهات. ما بقاتش حتى كيوقع المشكل عاد الناس بقاو يقولوا لي حنان عافاك عافاك، ولا حنان هاد القناه خصها تكون عندها فيها جوج ثلاثة د مليون. الناس كيقول لهم عقلهم انا انا اعوذ بالله مقوله انا يعني جمعيه. انا البنات ما انا جمعيه، ما انا جامعه راسي، انا واحد ربت بيت، انا ما عنديش شي مدخل من غير الزوج ديالي. انا الفلوس اللي كيدخلوا لي من اليوتيوب الساعه اللي كيقدوني غير في انتم عارفين الايكونومي ديال تركيا، وانا بطوموبيلتي الحمد لله برزقي. انا واحد انسان كخروج كنبغي نصور لكم المدن، انا الفلوس اللي كنجبرهم ما نقولكم شي كاملين ماكسيموم ديالهم انا كيمشيو لي في الطرقان، كيمشيو لي في البنزين، كيمشيو لي في السفاريات، باش حتى نتوما تكون عندكم فكره، تكون عندكم فكره على تركيا. انا ما عملتش قناه باش نتشاجر مع الناس اولا اولا اولا، عملتها تبقى محترمه والحمد لله ان شاء الله تبقى محترمه دائما. واي واحد له لا يقدره له لا يقدره وقعد له شي حاجه ومجبر لي يتكلف به، انا كاينه انا كاينه وربي كاين هو اللي كيوقف معانا، وتا شي واحد ربي ما يخيبه. الحمد لله حنا الاخت مديحه الله يرحمها الله يرحمها ويجعل متواها الجنة، مشات الحبيبة ديالي مشات غزالة فنة فنة فنة. أنا اللي كيعرفني ويتاق فيا كيعرفني أنا ماشي كدابة، عكونو يا خيني ماشي كنبغي نزين لكم ميت، راه الميت حرام حتى نذكروه واش مزيان أولا عيان، ولكن أنا سبحان الله ديك الإنسانة ربي عطاها واحد النور راه السيمانة والناس كيتداعوا معاها، الكبير الصغير اللي كيعرفها اللي ما كيعرفها. عمرها ما ادت شي واحد، انا كنت كنحس بها السيدة ما عمرها خرجت قالت لهم والله نعل تصيلة د الوالدين د الوالدين د والديكم. انت شي وحدة اللي كاين بزاف ديال الاخوات كيخرجوا ماشي كيقولوا غير هادشي. هذا انا غير بغيت نوضح لكم واحد الحاجة قليلة، راه كيقولوا المصائب كيخرجوا للمتتبع حتى هو ولا شافوه غيطلعوا له الدم كيخرجوا كيقدسوا له وهما لاصقين فيهم وهما كيعجبوهم كيحمقوا عليهم. كانت دائما كترد قلبها ترد قلبها مع الشمكر اللي عندها. دابا انا وصلت لداري، دابا انا في تركيا، دابا انا الحمد لله حداه ياك في مدينه وحده. دابا يعمل اللي قال له اعلى ما فخيلو يركبو، ياك لاكارت ناسيونال ديالي عنده حيت انا اللي قمت باللوازم، التليفون هو اللي صوره. ايوا بربش بربش، احنا هنايا سيادو وضيافو جبتو من الكوميساريه وجبتو من المحكمه بالرويس رويسات ديالهم وبالجاكوارات ديالهم، احنا كنخافو غير الله سبحانه وتعالى. والله ربي البنات شي حويجه توقعوا لنا، راه ما نقدرش نعاود لكم كلشي.
راه ما يمكنش، راه فيديو يجي فيه 7 ساعات. المهم انا اللي نقدر نقول لكم دابا، حنايا كنا تما البنات، ماشي اي حاجه صورتها، ماشي اي حاجه قلتها، باش نتوما ما يبقاش يبالكم معايا، ما تخافوش عليا. كاين الناس اللي ندموا ملي شافوني في ديك الحاله، كيقولوا لي حنان كاع ما كنتي تمشي، ندمنا اللي قلنا. لا لا، الانسان ما عمره يندم على واحد الحاجه كان ناوي فيها الخير. تينا انا كنت ناويه الخير، وربي ما عمره يحشمك. وما يمكن ليش غادي نسالي معكم هذا الفيديو، ما نسمع لكم في هذا الاوديو، لان انتم الدعوه ديالكم اصلا هما اللي كانت خوك جوا كومونتيرات. حنان شرفتينا، حنان راه الشرف ليا البنات، قسما بالله انا قناتي ولا عاد تكبر بهذا الطريقه، ما تكبرش الهلا كيف يكبر باباها. كنقول لكم دائما عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. حنا ما خصناش الشوه، حنا ماشي الشوه، ماشي الفضايح. انا واحد المغربيه عايشه مع الاتراك، وانتم كتشوفوني شو كنهضر بحرقه. انا عايشه مع الاخوات اللي بعدك، هادو اللي كتشوفوا معايا دائما، ها اللي مهندسه، ها اللي دكتوره، ها اللي كونطابيليتي، الناس قاريين واعيين، ماشي بنادم جاهل. عنعمل انا في فيديو نخرج نشوه ببلادي وما يعرفوش، راه اي حاجه حتى هما كيترجموها، فحال الاخوات اللي كانوا كيترجموا عندك الشمكار. كنقول لكم شكرا، الله يجازيكم بخير، ديتو نتوما ديتو الحسنات معاكم. انا كنت غنقول لكم واحد المصيبه، ولكن ما يمكن ليش حيت المتتبعه ديالي ما واخا انا كان الانسان كيتعصب كيبغي يخرج شي حاجه من فمه، ولكن انا دائما كنتكي على نفسي، حيت حنايا تما ملي كنا كنحاولوا نفكوا الشوكه بلا دم، تما الناس كانوا باغيين يغرقونا، كانوا بغاو يصفيوها لنا. واش نتوما ملي تقولوا للسيد راه ديك السيده كترجم لك غلط، شنو بغيتو يكون من الطرف ديالي؟ شنو بغيتو يعمل من قبل ديالي انا؟ ما خفتوش يحرط علينا حنا ماشيين فشي طوموبيل، اولا يقول لهم ضربوا يماهم هادو بشي طوموبيل نصفيوها لهم كاع. ما بعدك ما نفوت ما ننساش داك الاخت، هاي يما الحبيبه ما ينعبدلكم ما ينعبدلكم. بعداك هاد السيده هادي حتى ولا ما كانت شي ماتت البنات موتة يعني عمدا، راه غادي يكونوا صفوها لها عرق مور عرق. حيت انا اعوذ بالله قلت انا مشيت بقيت مع داك الناس النهار، اضطريت داك النهار نبقى معاهم، لان كانوا عندنا هذا الاجراءات القانونيه باش نخرجوا الاخت مديحه من المرق ديال انكارا باش نسردوهم ادانا اللي مشيت معاه انا. هذاك النهار اضطريت نبقى مع ديك الكماره ديال النحس ديال الاخت ديالو. انا كنقول ويلا ما جاني شي الكونسير فداك النهار هذاك، كما كان ولا ما جاني شي داك النهار، راه ما عمره يجيني. راه واحد شي ناس البنات لا علاقه معاهم بالانسانيه. ما كنقول انا كنقول في نفسي من انتم، من انتم؟ اش هاد الشيء؟ اش هاد العجب اللي كانت مسكينه الحبيبه ديالي عايشه فيه؟ ربي السلامه. السيده ملي جلست مي شافتني ما حملتنيش اصلا، قالت لي حنا ما محتاجين شي مترجم ثاني، وهذه ثانيا هذه بدات عليا الثانيه. ثالثا حنا في الجنازه، وحنا في المرض، وحنا في القرع، وحنا في المشاكل، وتماره والسيده حساسه عليا انا، شني كنعمل اولاش كنقول؟ كانت باغيه تعمل لي الضغوطات النفسيه، وعملاتهم لبنت الحرم، عملاتهم لله، الله يلقيها ليها اللي خلاها لمراكش. شني بقات كتعمل لي الضغوطات النفسيه مثلا. صافي تسالينا الليل طاح، البنات ما واكلين ما شاربين، كما كنت قلت لهم انا زيد من هاد الوليدات هادو زيدوا تاكلوا باش نديهم للاوطيل باش نتلاحوا باش دخلوا حتى هما، وكانوا مضطرين يبقاو معنا باش غادي نعملوا نعطيهم لاكارت، هما على ديك لاكارت بقاو لاصقين فينا. المهم انا فكرت عاد عطيتهم لاكارت، لان ماشي اجي وعطي لاكارت ديالك هنا في تركيا، نمشيو دابا ها هو عنده، نمشيو يعملوا منه فوتوكوبي ويفرقوه. انا هنايا
داريها هي، راجليها هو، الحمد لله كلشي معروف. مرحبا بيهم. الصوت ما بقاش البنات. دابا كانت حكيت فرحانه، ساليت اخت الماموريه ديالي، الحمد لله والشكر لله. اولي 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 على فيديو، قلت لكم صوروا. مشينا للمطعم، كنقول السيد هو اخ عبد الغنيم والاخ اللي كان معاه شاه، جابوا لنا بورسيون، جوج ديال بورسيون فحال اللي شفتهم ما باغيينش ياكلوه الوليدات، وطلبت جوج. ولكن جات الطبق الثالث، الخير كان فايت تبارك الله، جا الثالث. واخا هكداك جابوه، انا ما كيعجبنيش ناكل من الطبسه اللي يكون هيدا عامر، وبغيتهم حتى هما، حيت طلبنا كل واحد بدل، قلت لهم يا اينا ايه ناكلو نهزو ننزلو في الطبيسه ديالي. انا طلبت الطبيسه ديالي، شفت اخ عبد الغني جا قدام الطبسي لولد اخر، وانا ما بقاش حدايا زعما باش ما نبعدش. قلت له عطيني الطبسي وتشاطا اللي هو مبتشك، نورمالمون هذا هو اصلا كان خصو يكون. عمرنا حنا ما طلبناش الطبسيل ومبتشك في الريستوران، ولكن هذا ما عرفتش ديك السيرفيس مع المحطه السيده عملت فيه. حنا ما كناكلوش بالمبتشك، يعني اللي هي الفرشيطه، حنا كناكلو غير بيدنا. استنى كنقول مع راسي شنو عملت دابا انا، شنو قلت، قلت كنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. وانتنا اصلا كتاكل غير من الزباله، اصلا انتنا عايشه في الزباله، كبرتي في الزباله، وكتاكل فحال بحال. دور دور دور، قال ما قال ما قال اولا بغيتها جوي جا قال برده. عمر مسكين فاق، كنقول له ما تجيش ما تجيش. اي امي ما الحبيبه، كنت غنقول لها هادشي انا، راه لو كنت ما كانتش هادشي هذا، هادشي كنت غنقولو لها. غنقول لها شتي انتينا اعوذ بالله من قولت انا في الظروف، من غير هاد الظروف هادي ما نجلسش معاك في ديك الطابله، ما نجلسش معاك حداك في الكرسي حتى في المحطه، نشوفك بعد منك. لان نتوما فحال هاد الناس هادو، هادو اصلا اللي كيكونوا كيجمعوا الزبل، حنا عندنا حاشاكم في تركيا، الجرا كاملين الاخوات اللي في تركيا غادي يصححوني، يقولوا لي بصح هاد السيده ما عمرها قالت شي حاجه كذوب. فيما كيشوفوا هاد الناس هادو كيبقاو يغوتوا، وعلاش الله اعلم. مهم حنايا هادشي هذا عملنا على وجه الاخت مديحه، هادشي كامل انا عطيته قلبي على وجه اخت مديحه، الله يرحمها ويجعل متواها الجنه، وعلى وجه الاب ديالها. سمعوا ليا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الغالي ولدي لاباس، كي داير؟ بخير لاباس عليك. هاني السي حسام، تتا كي داير ولدي؟ لاباس بخير لاباس عليكم، كلشي بخير. نسلموا على لاله حنان، وقول لها الله يرضي عليك، والله يعاونك، والله يحفظك، والله يسهل عليك، ونطلبوا من الله هو اللي غيجازيك، والله هو اللي غيخلصك ان شاء الله. الله بنتي انتي تمحنتي وضربتي تماره، والله معاك بنتي، والله يحفظك، والله اللي غيخلصك، والله يجازيك بخير ان شاء الله، والله يعطيك صحتك ان شاء الله. ملي عاد سمعوه وحي الاب بنته في اخر الدنيا، هانتوما عتعرفونا لان الفيديو بدا كيجي البنات طويل. وحي الاب قلبه كيتقطع على بنته، خصو الجثة ديالو ما غاديش تستسلم، ماشي تما ما كاينش اللي غادي يقوم باللوازم. عيدعي معاك الدعوه هادي، واخا كانوا تما قرطصوني، وملي سمع هاد الدعوه قول الحمد لله مشيت شهيده. وغادي بطبيعه الحال قلت لكم الاخت اللي تلقتنا هي الاخت منى ام فاضل الله يجازيها بخير، والاخت اللي كانت البنات ملي خرجت من 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 انطاليا وهي معايا على ارتباط الله يجازيها بخير، الصديقه ديالها نوال ام جمانه، والصديقه ديالهم اللي كانت عندها يوميات ام والله ما عقلت عقله. المهم هذيك الاخت ان شاء الله شي نهار غادي نبارطاجيها معكم. وكنخاف كنخاف نكون نسيت بزاف. والاخت اللي في ادانا اللي عطات التليفون ديالي للزوج ديالها اللي هو تركي الله يجازيه بخير. اختي ما بقيتش عاقله على الاسم ديالك، وقيلة ياسمين. الله يحفظك وربي ما يخيبك. عطات نمره لزوجها كيقول لي شو اختي حنان، ما بغيتي ماديا معنويا انا بعيد عليك شويه، ولكن غير تصوني عليا غادي نجي هالعر
وعلى الرقبه ديالك. الحمد لله ما وقفنا على حتى شي حاجه. انا ملي خرجت من داري خرجت برزقي، خرجت برزقي وخرجت عواله، خرجت بلي كارت ديالي بلوريقات ديالي، خرجت بحال اللي كنت في يد الله. الحمد لله رجعت للدويره ديالي فرحانه، العيا كاين. قلت نعمل معكم هذا الفيديو، نعمل معكم هذا الفيديو، وغدا نوض نعمل لوليداتي الفطور حيت مرفات. قلت لكم اليوم غادي تمشي، ما بغيتش نوضها لان باقا تبعها الطريق. ان شاء الله الا كتب العشيه نعمل معكم اذا تشوفوها حتى هي وتشوفكم. ولا نسيت شي واحد ما شكرتوش، سمح لي كنبغيكم وكنحماق عليكم والله يحفظكم. وشكرا الاخ 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 يوسف يوسف الاذاعه ديالو ها هو ذكرني مسكين بزاف، الله يجازيه بخير. اذاعه مغاربه النيوز الاخ يوسف حتى هو كنشكرو بزاف، كان كيعطيني نصائح. انا حاول مع عمل عينك على الاخ عبد الغني، قل له يتبات، قل له هذه هذا. انا كان عندي تيقول لي تينا واحد المراه شجاعه، وانا عندي في الثقه تينا، كان كيعطيني كوراج. جزاه الله كل خير حتى هو. كنبغيكم وكنحماق عليكم، احبكم في الله، والى الفيديو القادم ان شاء الله.